صباح الخير، صباح النور. هذا اليوم رقم 107 في التريب، وكما كنشوفوا انا مازال كنتواجد هنا في بوي بلال، واليوم الجو زوين، الثلج غادي وكيذوب، مابقاش بحال البارح. والبرد اليوم كاين البرد بزاف بالليل، ودابا راه غنفطر، غنوجد الفطور ديالي وغنفطر وغنشد الطريق ان شاء الله. اليوم غنشد الطريق لطامطروشت، بعيدة ب 20 كيلومتر، كاينة هنا في هاد الشي هادي، وما غنشعلش العافية، صعيب شادي في هاد الصباح هادا وفي هاد التلج، حيت العواد فازقين وكلشي فازق. مهم دابا غنفطر ومن بعد غنجمع على طونت ونشد الطريق ان شاء الله. البارح ملي شعلت العافيه جوبت شويه ديال الثلج وعمرت هاد القرعه بالماء، ولكن نسيتها على برا. دابا راه رجعت عاوتاني غلاسيه اغلاس جميل. عجيب هاد بوي بلان هذا. الفطور كما العادة ولكن بلا أتاي، خبز وزيت. بسم الله، خبز بقى عندي غير هاد النص، هذا هو اللي بقى صافي. بسم الله. يلا خرجت من ديك البلاصة اللي خيمت فيها، اللي هي بين دوك الشجارين. تقريبا دوزت فيها ربع ايام بلا كونيكسيون بلا ريزو، ولكن الحمد لله ملي خرجت بسلام. وها الطريق هادي ديال تازا بعيدة ب 95 كيلومتر تقريبا، واقرب فيلاج كان في هاد الجهة بعيد ب 20 كيلومتر، هو اللي غنمشي ليه اليوم ان شاء الله الى كتاب. تقريبا عندي النهار ديال الطريق تقريبا. صراحة الجو زوين، الثلج بدا كيذوب. البارح ما كانش كيبان الحجر هنا، كلشي كان بيض، كلشي مصبوغ بالثلج. هذا هو بوي بلان. هاد الجبول هادو ما كانش فيهم ثلج ملي يلاه جيت، كان غير في هذا بوي بلان، وهذا هذا ما عرفتش شنو سميتو، ومازال كان غير في الفوق. دابا كلشي والله بيض، وكان الحمد لله اني باقي حي. هاد البلايص هادو اللي كيطيح فيهم الثلج بعض المرات كيوصل حتى ل 3 متر او 4 متر ديال في السمك. دابا راه غير طاح غير 35 40 50 هاد اليومين هادي، والحمد لله. يلا تلاقيت مع واحد السيد عندو الكسيفه كيصرف هاد البلايص هادو، و عطاني الخبز. الدار ديالهم كاينه مازال بعيده مازال، ومشى عند شي ناس وجاب لي هاد الخبز هذا. صراحه الناس هنا
الله عم هذا هو كيدير القيد، كيدير القيد وعنده دار ضيافة. غنخلي لكم النمرة ديالو في الديسكريبسيون بالنسبة اللي بغا يجي، بالنسبة اللي بغا يدير الصومي ديال ويبلان. غنخلي لكم النمرة ديالو في الديسكريبسيون. سيد الله عم هذا، شكرا ليه بزاف. شحال ديال الخبز هذا كنت كنحلم به في ديك البلاصه اللي كنت مخيم فيها، كنت غير كنحلم به. واو الحياه. دابا تقريبا وصلت للنص ديال الطريق ووصلت لهاد البلاصه هادي، غنستريح فيها واحد شويه وغنكمل ان شاء الله. كما كتشوفوا هذا المنظر من هنا زوين زوين بزاف. يلا وصلت لطنطرشت وكما كتشوفوا فيها غير جوج الحوانت والقيادة، صراحة صغيرة بزاف والحوانت ما فيهمش الخبز. المهم غنضيباني بشي حاجة خفيفة حتى لغدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله نشد الطريق ديال تازة. الطريق ديال تازة كاينة من هنا من هاد الجهة هادي، وهادشي اللي كاين. غنبقى هنا حتى العشية ان شاء الله ونشوف شي بلاصة نطنطي فيها حتى الغدا ويحن الله. صباح الخير، هذا اليوم رقم 108 في هاد الدريب و فقت من قبيلة تقريبا شي ساعتين. هادي البارح ديشارجات لي الكاميرا وديشارجا لي باور بانك وعطيتهم لواحد المخزني خدام في هاد القيادة هادي اللي كاينة هنا. ويلا كنت عندهم دابا راه خديت الكاميرا وخديت باور بانك شارجاو شويه. وهذه هي البلاصه اللي حطيت فيها لا طونت هنا، صراحه بلاصه زوينه. والبارح كنت جالس مع شي ناس ديال هاد المنطقه هادي، كنت جالس معاهم حدا الحانوت وسولتهم قلت لهم واش ممكن نحط لا طونت ديالي في شي بلاصه هنا، قالوا لي ماشي مشكل. صافي بديت كنقلب حتى بانت لي هاد البلاصه وجيت ليها. و هادشي اللي كاين. دابا راه غنفطر غير بشي حاجه خفيفه حيت ما ممكنش نشعل العافيه حيت ما كاينينش العواد، كاينينش العواد هنا. غنمشي للحانوت ونجيب شي حاجه خفيفه نفطر بها وصافي. هذه هي طنطرش. البارح قلت لكم فيها جوج حوانت ولكن فيها غير حانوت واحد، حانوت بجوج بيبان. انا غير شفت جوج بيبان ولكن راه غير حانوت واحد هذا. كاين داك الجامع حتى هو والقيادة هذه الجماعة وهذا المركز، هذا مركز متعدد التخصصات. هادشي اللي كاين. دابا راه غنفطر ويبان البلان. المهم باقي عندي شويه ديال الخبز، ديك الخبز اللي عطاني داك السيد في ويبلان البارح. غنخليه غنتغدى به ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم الشمس مطمطنه الصاد، واخا كاين ثلج كاين الصاد. كما كتشوفوا الجو زوين. يا سلام روعه.
صباح الخير، هذا اليوم رقم 109 في هذا التريب. كما كتشوفوا انا مازال كنتواجد هنا في طنط رشت. هذا اليوم الثاني عندي في هذه البلاصه، فقت من قبيله، دابا راه نشعل العافيه في هذه البلاصه وغنعمر اتاي وغنفطر وغنشد الطريق. نشد الطريق عادي كما كتشوفوا. اليوم الجو سخون شويه، هاد الجبل هذا كان في الصباح ديال البارح كان عامر بالثلج، ولكن دغيا كيدوب مع هاد السخونية هادي. حتى هاد البلاصة هادو، هاد البلايص هادو كاملين كانو عامرين بالتلج، دابا راه مبقاش. هادشي اللي كاين كيما كتشوفو، الجو زوين. يا سلام. العدس والخبز، العدس كنت تغديت بيه البارح وشاط ليا هاد شويه، دابا راه غنفطر بيهم. يلا خرجت من طنط رشت، هذه هي الطريق ديال تازة، واقرب فيلاج في هذا الطريق بعيد ب 37 كيلومتر تقريبا، سميتو مغراوة. باور بانك شارجا عليا واحد الشاف ديال المخازنية في القيادة في طنط رشت، دابا راه تشارجا 100%. صراحة هذاك الشاف لا عمرها دار ضري. هادشي اللي كاين دابا، راه يلا خرجت من طنط رشت، كاين غير هنا. مناظر جميلة. دابا دخلت الغابة ديال الأرز، وصراحة زوينة بزاف. كما كتشوفو التلج باقي في هاد البلاصة. هطلع هادي، بغات تشتالي الطريق هادي اللي كتبان في هاد الجبل، هذا هي اللي جيت من هنا، وهذا هو جبل بويبلان. هاي طلع لي طلعت منها، بقي فيها واحد شويه. ما كان سالي مع طلعة حتى كتبان طلعة أخرى كما كتشوفو. طلعة باقي فيها شوية، جيت من لتحت من هنا سير، دابا وصلت لهنا، ودابا تقريبا ضربت شي 10 كيلومتر. وجبل بويبلان هو باب مازال كيبان بحال ما كنتمشاش كاع، باقي هو هدايا بحال ما كنتمشاش. دابا
وصلت لهاد البلاصه وكما كتشوفوا ما كاين غير نزول، وتقريبا من بديت من مع ديك الوحده تقريبا دابا خمسه هادي، ويلا دازو تقريبا ثلاثه ديال الطوموبيلات، ثلاثه اللي دازو في النهار من الوحده حتى لدابا حتى الخمسه. الطريق هاد الطريق هادي محفره وقصيره قصيره بزاف، هادشي اللي كاين دابا راه غنزيد واحد ساعة ساعة أخرى ديال الطريق ونشوف شي بلاصة نبات فيها حتى الغدا إن شاء الله. هادي دابا ستونز وخاصني نشوف شي بلاصة مزيانة نحط فيها لا طونك، ولكن كيما كتشوفو غير جبال مكايناش بلاصة، مكاينش فين نحط لا طونك، ولكن ضروري نلقى شي بلاصة شي بلاصة مزيانة إن شاء الله. نشوفوا فين غيكتب ليا الناس اليوم ان شاء الله. او مغراوه راه هي كتبان لي عرفت واش غتبان لكم ولا لا. ايوا اليوم تقريبا ضربت شي 17 كيلومتر تقريبا، وبقات لي تقريبا 20 كيلومتر 20 او لا ما كملاش 20 تقريبا. او هادشي اللي كاين راه خاصني نشوف شي بلاصه مزيانه، والماء اللي هو اهم حاجه راه موجود. ها هو موجود في هاد البلايص هادو وصافي. هادشي اللي كاين غرب تقريبا بقات لي ساعه تقريبا ساعه بحال هكاك